الوزراء لحتى تجيب واحد مدير عام لوزارة الاقتصاد، وما في حدا اختصاصي غيره، ما حدا بيعرف هذا الاختصاص يكون مدير عام لوزارة الاقتصاد إلا معالج فيزيائي، لأنه هيدي حكومة تكنوقراط، هيدي حكومة أخصائيين، هيدي الحكومة اللي قالوا لنا من 5 أشهر أعطوهم فرصة، هيدي الحكومة اللي إجت تدير أسوأ أزمة بتاريخ لبنان، هيدي هي الحكومة اللي بدهم إيانا نقعد بالبيت ونتركهم يدوروا لنا الأزمة، هيدي هي الحكومة اللي راحت تتفاوض مع صندوق النقد وتجرسنا قدام صندوق النقد، يروحوا يعلقوا مع بعضهم الوفود هونيك، أنت خسران 80 مليار، الثاني قال له لا أنا خسران 40، مبسوطين بخسارتهم، هيدي هي السلطة، هيدا مجلس النواب يلي أعطى الساعة، يلي دعوس علينا بالقوى الأمنية وبالقوة، دعوس علينا لروح يعطيهم الساعة لحتى يجي يحكمونا بهي الطريقة، هيدي هي الدولة اللي ما تفكروا لأنه مش قادرين، هن بدهم إيانا نحن شباب لبنان وصبايا لبنان نترك هيدا البلد لنطلع لبرا لنبعتلن دولارات ليقدروا يمشوا هيدا البلد فيه، هيدا مش من فراغ وهيدا مش لأنه فاشلين، هيدا لأنه حرامية ونصابين وما بيعرفوا يديروها إلا بهيدي الطريقة، هيدي السلطة مش سلطة فشلة وبس، هودي مجرمين عملوا حرب أهلية 30 سنة ليقتلونا، وبس خلصت الحرب اتصالحوا لحتى يفيدونا، بس ما فشلتوا فشل لا مجلس النواب ولا رئاسة الجمهورية ولا مجلس الوزراء بخلينا نكلم هيدا الأرض، هيدا الأرض لإلنا غصبا عن داسة راسهم، واحد يقول للتاني مسؤول يقول للتاني، وكل موظف دولة فئة أولى لرئيس الجمهورية بيتحملوا مسؤولية هيدي المصايب اللي عم تصير فينا، تتحملوا مسؤولية الشباب يلي عم بتموت يأس كل يوم، تتحملوا مسؤولية الختيرة اللي عم بتموت على أبواب المستشفيات، تتحمل مسؤولية القوى الأمنية يلي عم يحترق دينهم هن وعم يضربونا لألنا، لأنه هن بيعرفوا وإنه هن على إنه نحن على حق وعم يضربونا مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ومش راح تخوفونا لا بالقوى الأمنية ولا بالجيش اللبناني، هودي مثل مثلهم عم بيكونوا كمان ضحايا لفسادكم لمحاصصتكم ولتخبيصكم كله يلي بده يطلع على ظهرنا، لا فشرتوا مرة واثنين وعشرة، وهيدا البلد لقلنا وبدنا ناخده غصبا عن دعسة راسكم.